ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت صحيفة الوطن بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أعلنت عن ردم وتحصين 2450 بئر مهجورة، فيما تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة. وقالت الصحيفة التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الاثنين إنه في سياق ما شهدته الأيام الماضية من تفاعل كبير مع حادثة الطفل المغربي ريان الذي توفي بعد سقوطه في بئر بعمق 32 مترا، جددت الوزارة تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة سواء التقليدية أو الارتوازية ومنع خطرها على المارة وخصوصا الأطفال. ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه تم ردم 2450 بئرا مهجورة حتى الآن في مختلف المناطق.